أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري ونستهله بالعناوين. ارتفاع سريع للوفيات بفيروس كورونا واللجنة العلمية تنفي وجود سلالات أخرى غير البريطانية ومراكز تلقيح جديدة تدخل طور الاستغلال بعدد من الجهات. في ظل تراجع القدرة الشرائية استياء المواطن من الزيادة في أسعار المحروقات وعدد من خبراء الاقتصاد يعتبرونها آلية ضرورية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. ورئيس الجمهورية يجدد وقوف تونس الثابت إلى جانب مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وعادل لملف سد النهضة. أهلا بكم من جديد. الانطلاقة في نشرة الليلة بتطورات الوضع الوبائي ببلادنا، فقد سجلت وزارة الصحة بتاريخ أمس الأول الأربعاء 70 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 10063 حالة. كما سجلت الوزارة وفق بلاغ نشرته مساء أمس الخميس 2305 إصابات جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 7708 تحاليل مخبرية. كما بلغ عدد الملقحين ضد فيروس كورونا منذ انطلاق العملية يوم 13 من مارس الماضي أكثر من 265 ألف فرد. ولليوم الثاني على التوالي سجلت ولاية صفاقس 13 حالة وفاة جراء وباء كورونا، فيما يتواصل المنح التصاعدي للإصابات بالفيروس في عدة مناطق من البلاد. وضع وبائي وصفه عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ورئيس معهد باستور الهاشمي الوزير، وصفه بالدقيق جدا. وضع وبائي وصفه عضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير بالدقيق جدا، بالنظر إلى المنحى التصاعدي للإصابات الجديدة بالفيروس وتوفد أعداد كبيرة من الإصابات على المستشفيات. بما فيهم معناها الناس اللي يمشيوا معناها للمستشفيات ولأقسام الإنعاش ولأقسام الأكسجين، دونك الوضعية دقيقة يلزمنا معناها، واللي خايفين عليه أكثر هو خاصة معناها المنظومة الصحية نتاع البلاد التونسية اللي ما تنجمش تطوق عدد أكبر فأكبر. في الأثناء تجددت الحصيلة القياسية للوفيات جراء وباء كورونا في ولاية صفاقس اليوم الثاني على التوالي بتسجيل 13 حالة وفاة كاملة خلال 24 ساعة الماضية، إضافة إلى 164 حالة إيجابية جديدة. ومع انطلاق العمل اليوم في مركز التلقيح بتجروين الذي سيقدم خدماته لسكان تجروين وجريصة وقلعة سنين والقلعة الخصبة، سجلت ولاية الكاف حالة وفاة و75 إصابة جديدة بالفيروس. تم بتاريخ 20 أبريل 2021 إنجاز 164 عينة، أفرزوا 75 حالة إيجابية. بنفس التاريخ تم تسجيل حالة وفاة الله يرحمه. هكا يرتفع عدد اللي هما في الحجر الصحي بالجهة الصحية بالكاف إلى 832 حالة. وفي ولاية سليانة ووسط مخاوف من انتشار الفيروس بسبب عدم احترام البروتوكول الصحي، تم تسجيل 12 إصابة جديدة بالفيروس. في المقابل تشهد مراكز التلقيح إقبالا محترما، ما يستدعي التفكير في فتح مراكز جديدة في عدد من المعتمديات. إلى حد الآن وصلنا 4041 حالة إيجابية، منهم البارح 12 حالة إيجابية من جملة 51، معناها في حدود الإيجابيات في حدود 23%. في الأثناء افتتح اليوم مركز محلي للتلقيح ضد فيروس كورونا بالمتلوي، ويستهدف مدن الحوض المنجمي باستثناء المظلة، تزامنا مع تسجيل أقسام الكوفيد في مستشفيات ولاية قفصة نسبة امتلاء عامة بلغت 60% و 50% على مستوى أسرة الإنعاش. احنا باقيين نعملوا على تدعيم الأسرة هذه بالأكسجين، خاصة بالكل مرديف والمظلة، كل المساعي حديثة معناها في الأيماتق القارب بشقاء الصغير على الأقل 30 فرش إضافية من كل 20 بالمديلة و10 بالخير. والي سيدي بوزيد محمد صدقي بوعون من جهته وصف الوضع الوبائي في الجهة بالخطير للغاية ويتطلب الكثير من الحذر، بعد أن بلغ قسم كوفيد بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد طاقة استيعابه القصوى.
هذا ويمثل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا هاجسا لدى خبراء الصحة من دخولها إلى تونس، ما استدعى الترفيع من نسبة الحذر في المعابر الحدودية وخاصة منها المطارات مع اتخاذ إجراءات وقائية جديدة. توازيا مع جهود العالم في السيطرة على انتشار وباء كورونا عبر حملات التلقيح، ظهرت معطيات عن وجود سلالات أخرى لفيروس كورونا بعد الطفرة البريطانية، والحديث خاصة عن السلالات البرازيلية والجنوب أفريقية. فما هي خصوصية هذه السلالات، وهل تم تسجيل حالة إصابة بها في تونس؟ السلالات هذه تجب تكون عندها حساسية أقل من المناعة، وخاصة المضادات هي عندها معناها قدرة الانتشار أكبر من السلالة القديمة، ينجموا يعطيوا حالات اللي تنجم تكون فيها أكثر خطورة، وينجموا يهزوا أكثر لمعناها المستشفيات والإنعاش. إلى حد الآن ما عندناش لا سلالة برازيلية، لا سلالة تاع جنوب أفريقيا، ولا سلالة هندية، ما عندنا كان البريطانية، وعندنا في بعض عينات تغيرات اللي هي ما هيش من نجموش نسبوها الى سلالة معينة. الانتشار السريع للسلالتين البرازيلية والجنوب افريقية في عدد من الدول الاوروبية والعربية جعل السؤال يطرح عن امكانية غلق الحدود مع بعض البلدان على غرار ليبيا. نعرف احنا سلالة مثلا توا تاع جنوب افريقيا هي موجودة في ليبيا وفي مسراتة بالضبط وفي أماكن أخرى من ليبيا، دونك يلزمنا نكونوا حذرين، مازلنا ماناش في حالة اللي باش نسكروا، على خاطر دو توت فاسون هذا قرارات تاخذهم معناها الدولة. من الوارد وإذا كان استدعت الأمر أنه باش ناخذوا الإجراء هذا بالتنسيق طبعا مع المصالح المعنية في إطار اللجنة الوطنية، أن باش نوقفوا رحلات على بعض الوجهات اللي هي تسبب خطر للمجموعة الوطنية وتسبب خطر يعني لجلب السلالات الجديدة هذه، ولكن في الوقت الحاضر ما تم حتى إجراء يعني موجه ولا إجراء يعني تم إقراره. وللتوقي من دخول السلالات الجديدة تم فرض إجراءات صحية إضافية على القادمين إلى تونس وسط آراء متباينة حول مدى نجاعة هذه الإجراءات. ما إجراء جديد يعني نحن حرصين على مستوى وزارة النقل واللوجستيك بالتنسيق مع مصالح وزارة الصحة في اعتماد التحاليل السريعة عند وصول الرحلات الدولية. قيس لهم سخانة، نخدم عندهم في السانيتير ونخدم عندهم تيست تاع كوفيد 19، واللي سخانته ماهيش فتقات نعطيو التيست رابي. الحمد لله عملنا التيست رابي وطلعوا نيجاتيف انا وراجلي. احنا كنا معمدين باش نعملوا تيست رابي هنا. دونك فوالا، دونك حسب ما شفت مش كيما اللي انتظرناه، معناته مش كما اللي كنا نستنوا فيه في بعض الإجراءات اللي حكوا عليها الكل وكل شيء. خطورة كبرى تكتسيها السلالات المتغيرة من فيروس كورونا تستوجب الحذر والتطبيق الصارم للإجراءات الصحية، خاصة في المعابر الحدودية لتجنب انتشارها في تونس. إلى موضوع آخر الآن، ما يزال قرار التعديل في أسعار بعض المواد البترولية محل جدل واستياء لدى المواطنين، وسط تخوف من ثقل أعباء تبعات هذا التعديل الذي ينسحب بدوره على قطاعات أخرى يعتمد نشاطها على المحروقات. للمرة الثالثة هذه السنة تتغير أسعار المحروقات في محطات التزود بالبنزين على إثر إقرار وزارة الصناعة والطاقة والمناجم تعديل أسعار بعض المواد البترولية تطبيقا لآلية تعديل الآلي للمحروقات، تعديل يشابه بالكثير من الاستياء من قبل المواطنين. والله زيادة مش شوية ياسر، ماش خالتين نصبوا في 20,000 ولا نصبوا في 23,000 ياسر. الحاجات نتاع الدعم نتاع تونس كلهم يزيدوا فيه، الحليب زاد، ليسونس زاد، كل شيء زاد، معناتها الغلام ما تحكيش عليه، مش حاجة جديدة في تونس. في الجمعة كنا ببخي في 50 دينار كيكة، توا أكثر، توا وليت في ضربة 70-80، فهمت؟ بتصور في الجمعة معناها. من هنا جمعتين باش نشوفوها في المارشي وبشوفوها في الريون دي سوبر مارشي، والناس الكل باش تزيد تغلى عليها الامور، خاطر وقت اللي البريم تاع الكاربيرون يطلع اوتوماتيكمون البري دي برودوي يطلع. تخوف المواطنين من اعباء هذه الزياده على مختلف القطاعات ايدها الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، ووصفها بانها ثقيله نظرا الى ان اليه التعديل الالي لاسعار المحروقات قفزت الى 5% شهريا، وتيرة المكلفة لطبقات ضعيفة الدخل. المفروض الزيادة المرة هذه كانت تكون في حدود 600 مليم تقريبا في البنزين بدون رصاص، ولكن مش ممكن زيادة بهذا الحجم. الحكومة تزيد يعني رفعت في النسبة من 1.5 إلى 5 باش نجم تزيد ب 100 مليم، والمنتظر أن تكون زيادة أيضا ب 100 مليم في كل شهر من
وسيرفع في أسعار كل المنتوجات وسيغذي التضخم المالي وسيزيد في حاجة الوضع الاجتماعي لهذا التسابق والتلاحق بين الأسعار والأجور. وفي ذات المنحة أكد سعيدان أن هذا التعديل هو خطوة لابد منها من أجل إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي للتمكن من الاقتراض لتزيد الديون المستحقة لتونس للسنة الحالية. تونس في حاجة إلى مزيد الاقتراض بشكل ثقيل جدا من الخارج. صندوق النقد الدولي الآن يقول أنه لابد من اتخاذ إجراءات جريئة وقوية في ثلاثة مجالات. المجال الأول هو السيطرة على كتلة الأجور وهذا إشكال كبير في تونس، ثم رفع الدعم على المحروقات وإصلاح منظومة الدعم برمتها والشروع بجدية في إنقاذ المؤسسات العمومية التي تمر بصعوبات كبيرة جدا. ويرى خبراء اقتصاديون أن التعديل الآلي لأسعار المحروقات أصبح آلية يفرضها ارتفاع أسعار النفط دوليا فضلا عن تردي المالية العمومية. أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم خلال لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة، أكد دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي قصد تعبئة الموارد المالية الضرورية. وأضاف بلوم أن الإدارة الأمريكية على أتم الاستعداد لمساندة مجهودات التنمية في تونس وإنجاح المسار الديمقراطي حسب بلاغ لرئاسة الحكومة. كما ثمن السفير الأمريكي التقدم المحرز في البرنامج التنموي الذي تقوده مؤسسة تحدي الألفية في تونس والذي سيوفر حوالي 500 مليون دولار كهيبة لدعم الاقتصاد الوطني خاصة في مجال النقل والزراعة. من جانبه استعرض رئيس الحكومة جملة الإصلاحات الاقتصادية التي تنوي الحكومة اعتمادها في الفترة القادمة. وبدوره عبر سفير الاتحاد الأوروبي في تونس عن دعم الاتحاد المطلق لمجهودات الحكومة التونسية فيما يخص برنامج إصلاح الاقتصاد الوطني. وأضاف خلال محادثات جمعته برئيس الحكومة هشام المشيشي بالقصبة أن الاتحاد الأوروبي لديه آليات دعم وتعاون سيتم وضعها على ذمة الحكومة التونسية وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة. وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيكون أول المدافعين عن تونس لدى البلدان الأعضاء عبر برامج طموحة فيما يخص الاستثمار والتشغيل، وسيضع خلال سنة 21 و2000 على ذمة تونس قروضا دون فوائض وهبات لدعم مجهودات تونس في تعبئة الموارد المالية. وأكد المشيشي من جانبه حرص تونس على ضرورة العمل على دفع التعاون مع الاتحاد الأوروبي. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس الخميس بقصر قرطاج وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري الذي كان محملا برسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بملف سد النهضة. جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد وقوف تونس الثابت إلى جانب مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وعادل لملف سد النهضة بما يحفظ الحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل. يشاء القدر أن نتقابل اليوم في العاشر من شهر رمضان المعظم، والعاشر من شهر رمضان هو تاريخ حرب أكتوبر في الساعة الثانية بعد زوال ذلك اليوم. انطلقت القوات المصرية لتزيل بخراطيم المياه الحاجز الرملي الذي وضعته قوات العدو. كما تطرق رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي جمعه بوزير خارجية مصر العربية سامح شكري، تطرق إلى حرص تونس القوي على مزيد تطوير أواصر الأخوة مع مصر والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة المتينة إلى أعلى المستويات وفق رؤى جديدة وبروح مشتركة بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من الاستقرار والنماء. شعور هناك مصالح مشتركة داخل العائلة الواحدة، ولكن هناك روح مشتركة، روح نشترك فيها وسنعمل إن شاء الله على تطويرها وعلى أن نحققها على أرض الواقع. من جانبه بيّن وزير الخارجية المصري بأن زيارته إلى تونس تندرج في إطار جولة إفريقية، وبأنه أطلع رئيس الدولة
على آخر تطورات ملف سد النهضة وعلى الجهود التي تبذلها مصر لاتفاق عادل ومنصف وقانوني. نحن نسعى إلى استمرار التفاوض وإلى استئناف هذه المفاوضات خلال الفترة الوجيزة القادمة حتى نتجنب أي أثار سلبية تقع على كل من مصر أو السودان، وحتى نتجنب أي توتر يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في شرق أفريقيا وأيضا على مستوى الإقليمي والدولي. من هنا يأتي أهمية الدور التونسي في تحمل مسؤوليته مع أعضاء المجتمع الدولي لتجنب هذا من خلال العمل على دفع الأطراف إلى التفاوض. وتأتي هذه الزيارة التي واجهها وزير الخارجية المصري بعد أيام من الزيارة الرسمية التي أداها رئيس الدولة إلى مصر، والتي أكد خلالها أن الأمن القومي لمصر هو بمثابة أمن تونس، وموقف مصر في أي محفل دولي سيكون هو نفسه موقف تونس فيما يتعلق بمسألة التوزيع العادل لمياه النيل. أفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأن كافة أفراد الجالية التونسية المقيمة في جمهورية تشاد لم تتعرض إلى أي مكروه، وذلك على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدها هذا البلد. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أمس الخميس أن مصالح سفارة الجمهورية التونسية بياوندي في الكامرون تتواصل مع التونسيين المقيمين بتشاد باستمرار قصد الإحاطة بهم، وأضافت أن مصالح الوزارة وسفارة تونس بياوندي تعمل بالتنسيق مع السلطات التشادية من أجل متابعة أوضاع كافة أفراد الجالية. ضمن جولتنا الإخبارية العالمية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الخميس خلال القمة العالمية للمناخ التي تلتئم على مدى يومين بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، دعا قادة العالم إلى تحرك عاجل. وأكد غوتيريس في كلمة توجه بها للقمة الافتراضية التي يشارك فيها قادة 40 بلدا، أكد الحاجة إلى كوكب أخضر، داعيا قادة العالم إلى التحرك السريع، مشيدا بالالتزام الذي أعلنته الولايات المتحدة لخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري بنسبة 52% عوض 50% التي التزمت بها سابقا. وقال إن العقد الماضي يعد الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة على الإطلاق، وقد بلغت الغازات الدفيئة الخطرة مستويات لم يشهدها العالم منذ 3 ملايين سنة، إذ ارتفعت درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.2 درجة مئوية وهي تقترب من عتبة الكارثة. وفي غضون ذلك يشهد العالم ارتفاعا في مستوى سطح البحر ودرجات حرارة شديدة وأعاصير مدارية مدمرة وحرائق غابات مهولة. ودعا غوتيريس إلى إقامة تحالف عالمي من أجل الوصول بصاف انبعاثات الغازات الدفيئة إلى مستوى الصفر بحلول منتصف هذا القرن. بهذا الخبر نصل مشاهدينا إلى ختام نشرتنا، ونذكركم بعنوانها: ارتفاع سريع للوفيات بفيروس كورونا، واللجنة العلمية تنفي وجود سلالات أخرى غير البريطانية، ومراكز تلقيح جديدة تدخل طور الاستغلال بعدد من الجهات. في ظل تراجع القدرة الشرائية، استياء المواطن من زيادة في أسعار المحروقات، وعدد من خبراء الاقتصاد يعتبرونها آلية ضرورية للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. ورئيس الجمهورية يجدد وقوف تونس الثابت إلى جانب مصر في مختلف المحافل الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حل تفاوضي وعادل لملف سد النهضة. وكالعادة مشاهدينا، بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.